هو كان في موقف قبل ماتش الاهلي اللي هو جاب فيه جون بتاع في ابو السعود، محمود ابو السعود اللي كان واقف في الاهلي، تمام. الماتش اللي حصل كان محمد صلاح ليه حركه كده مهاريه مع كابتن احمد السيد على الخط وكده، فدي اتسقطت جدا معاه والجول اللي جابه، تمام. قبل الماتش في اوضه اللبس احنا قاعدين طبيعي، هو كان طبيعي ما عندوش اي ردود افعال، كان هادي جدا جدا، ممكن تلاقي الدنيا بتخبط حواليه وهو ماشي عامل كده، ولا في دماغه الحياه اللي حواليه اصلا بيحصل في ايه، تمام. كان المدلك بتاعنا تقريبا كابتن صلاح عبد الحميد، كان في المقاولين العرب، فبيقول له هتجيب جون النهارده ان شاء الله صلاح، واخده بالحضن كده، فراح ضحك له كده وعمل له كده. يعني هو اصلا هو نازل عايز يعمل ماتش كويس، فهو طبيعي برضه ان هو كان طموحاته ان هو يجيب، بس في التوقيت ده ما كانش نازل الماتش على اساس ان هو يجيب جول، تمام. فسبحان الله ربنا كرمه، الماتش ده علم في مصر بطريقه كبيره جدا جدا جدا، خاصه في حياته الكرويه في مصر. يعني نزل عمل ماتش كويس، وبعديها يعني راح بيه في مكان فني كويس جدا جدا.